أنا بحكي لك القصة. الكابتن ماجد مسلسل كرتون قديم وسلسلة ألعاب يابانية مشهورة، بيحكي عن قصة فريق كرة قدم للشباب، لكنه بركز على قصة ماجد كامل أو بالياباني كابتن سوباسا. بلشت قصة ماجد بالجزء الأول لما شبطة تريلا وهو طالع يلعب فوتبول بالحارة وهو صغير، بس لما حاسن الصدف الطابة امتصت الصدمة وما مات ماجد وظل ينط زي القرد. تمضي الأيام وماجد بيدخل بعلاقة حب مع كرة القدم، وبتضل تمضي الأيام وبينتقل ماجد لمدينة ثانية، وبيوم من الأيام بهاي المدينة بيكون قاعد بيلعب طابة لحاله أثناء تواجد مجموعة شباب من أجياله، بلفت انتباههم طلبوا منه ينضم لفريق كرة القدم تبعهم، وفعلا بنضم ماجد للفريق. بعطوه رقم 10، الرقم اللي ما ضل حدا فينا إلا كان يحلم يلبسه. بالفريق بتعرف ماجد على الكابتن فواز اللي بضرب معاه صحبة على العظم وبضل يشتغل عليه لحتى يخليه يصير نجم كبير بعالم كرة القدم. وبتعرف كمان على أول فان بحياته، لانا نامق، البنت اللي أي إشي بيخليها تعيط. فايزين بتعيط، خسرانين بتعيط، إجا جول بتعيط، ضاعت فرصة بتعيط. المهم آخر إشي بتتجوز ماجد وبتكيف. وبتعرف كمان على وليد حارس الفريق أبو طاقية اللي كان خصمه بالمدرسة الابتدائية، وبعديها صاروا أعز أصحاب. المهم بيوم من الأيام فواز بيجي عقد تدريب وبغليها وبرجع لبلده البرازيل. ماجد بخف عقله، وعشان تكمل معه أصحابه كمان تيجيهم عقود احتراف وبيسافروا لبرا. وليد بروح ألمانيا وياسين بروح فرنسا، وجت الحزينة تفرح ما لقت لها مطرح. كان قدام ماجد خيارين، إما بيضل باليابان وبيكمل لعب مع فريق المجد وبالمرة قريب من حبيبة القلب لانا، أو بيسافر على مدينة الفرح مع بسام لحتى يلعبوا هناك مع بعض. بقرر ماجد اخيرا يضل مع فريق المجد لحتى يحافظ على لقب البطوله، وبنرمي مع مجموعه من الوحوش اللي ما عندهم يم مرحميني، كل لعبهم تكسر وتطبيش وضربات ملتهبه. عندك مثلا حيان من فريق الشعله، الاخوين شوقي، انور، منير من فريق الحنان، وطبعا لا يغرك الاسم، ومجد من فريق الفؤاد، واهم واحد بالقصه كلها عدو ماجد اللدود بسام كابتن فريق الفرح اللي بحسسك انه ماجد قاتل اخوه. المهم ماجد ما استسلم وضل ينحت بالصخر وهلك حاله تدريبات وتحضير وخطط وتكتيك وشعله قبل هوا لحد انضم اخيرا للمنتخب الوطني، ولعب هو واصحابه واعدائه من الفرق الثاني بنفس الفريق لاول مره، وسافروا على البرازيل وشاركوا بكاس العالم بالبرازيل. كان لاول مره راح يكون بتحدي مع كابتن فواز، متذكرين فواز؟ وكانت هاي من اكثر اللحظات المؤثره بهاي البطوله وبحياه ماجد. طبعا قصه الكابتن ماجد ما خلصت هون، رجع بعد كم من سنه بمسلسل الشبح اللي كان ماجد فيه شاب كبير بيلعب بمنتخب بلده، وبينتهي هالمسلسل بفوز اليابان بكاس العالم على ايد الكابتن ماجد وفريقه.